يلا يلا يا حلوة يلا يا فيلي. يتوب علينا ربنا. مالك متكومة كده ليه؟ مصيبة لا تكوني عرقانة انت رخرة. ليه؟ عملت ايه انا عشان تزعلي؟ ما انا مش متعود لسه على حوار التليفونات ده، وبعدين هكلمك ازاي يعني؟ انت مش واخدة بالك؟ صوريني صوريني يلا. مش فاهم يعني ايه تليفوني. افتح ايه؟ تفتح الكاميرا اهو. عشان اشوفني انا؟ انت كده شايفيني؟ ياه ده ايه المصيبه السودا دي؟ يا بنت ليه؟ خلاص هبقى اكلمك. ماشي قصدي هشاور لك. ماشي يا قرد تعالي. في رجاله كتير هتتسلم في الحركه دي. يا نهار ازرق يا معلم. انا ما انت عارفني، انا طول عمري كلمتي واحده، العشاء عندي يوم الخميس زي ما وعدتك. لا لا واطمن اطمن، هعمل لك اكله خفيفه عشان ما تحماش على صدرك. ماشي استنيك انت والرجالة. السلامة يا معلمة. على النعمة من نعمة رب. انت اللي معلمة يا معلمة، قدرت تضربك السوق في ثانية الا ربع. انت عارفني يا براء، انا ماليش في البيت، انا طول عمري احب الحاجة الطازة قبل ما تحمض وتفوح ريحتها وتلم عليها الدبان. ربنا يجعل كلامنا خفيف على الدبان. براء انا مش عاوز جنس مخلوق يحس بالمصلحة دي خالص. ورحمة الغريب، لو عيلة أبو سنة دخلت في الحوار ده لكم ما أنقشهم بسناني دول. خليهم غرقانين في البن اللي راح زمن، يبقوا يقابلوني. مش هيدوم مش هيدوم. خميس أكيد هينقل على ملعبنا، وضاوية أبو سنة هيلعبوا في نفوخه جامد. آه بس الخوف بقى لا تكون دي رغبة الباشا كمان. يا دي الباشا يا دي البعبع، ما طالما فيها باشا هتقول لي هدنة ونطاطي ونستنى زي كل مرة. حاج خسارة براء، يا ألف مليون خسارة. كان نفسي ومنى عيني يا براء تتعلم من الجمال اللي انت بتربي في وسطيهم. ياد خزن واصبر، خزن اصبر، عشان يوم ما تقلب تلاقي الزاد اللي يكفيك وتضرب ضربة معلم. يا عم محمد، وازاي مراتك واولادك؟ تسلمي يا ست هانم، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. استمري بقى في حوار الدعاء ده، يمكن دعاء منهم يظبط معاك. ربنا يسعدك يا رب ويحفظك من كل شر. طلع لي الشنط على فوق. عينيا حاضر. اهلا اهلا، اخيرا بنتي حبيبتي رجعت لي. وحشتني قوي يا ابويا، خلاص هتزهق مني. هزهق منك ايه؟ الله، ايه يا بنت الحلاوه دي؟ انت طالعه على ابوكي ولا ايه؟ ها طمنيني. تمام يا كوتش، خلاص خدت الشهاده ولازقالك. يعني بقيتي 100 100 في الكيمياء؟ يعني اسيبك انا عشان ورايا مليون الف حاجه. يا بنتي اقعدي خدي نفسك في السفر. نفسي ايه يا عمروتي؟ انا عايز ارمي نفسي في البول واطلع انام لي شويه واروح اقابل صحابي، وحشني موت. طب اعملي حسابك هنتغدى سوا. لا انا اكلت في الطياره، ما تعطلنيش بقى. يا بنت المروسه.
ايه يا شو؟ يعني كان لازم ابعت لك 100 مرسال عشان اشوفك يا روح الروح. طلعت روحك من لوحك يا بعيد. احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ انت يا راجل نسيت ان انا ست متجوزه؟ اهدى. ايه اللون اللي مش لايق ده؟ وانت فجاه كده افتكرتي انك متجوزه؟ امال اللي كان بينا ايه؟ ليه المدهون بزبده؟ كنت ضاله وعرفت طريقي. طب ليك فيه؟ حاشا لله. وعلى رأي فندينا يتوب علينا ربنا. بص، تذاكر الود تتقطع، والسكة اللي بالك فيها خلاص انسدت. جبرنا والحمد لله. شفتي؟ اديكي فهمتيني غلط. اوعى. انا كان قصدي توصية لأفندينا يقف معايا مش ضدي، ويمكن في يوم من الايام انا وانتي نتوب سوا والميه تعود لمجاريها. اسكت. ايه؟ مش المجاري طفحت في الحته وغرقت الدنيا؟ الحق بقى لم رجليك حلو وشمر هدومك كويس بدل ما تتلط لطه ما يجيلهاش دوا. ولا انا اقل باصلي واطلع لك من الدفاتر القديمه اللي تنطرك من المجلس قبل ما تعتبه؟ فهمت؟ اوعى. ليها يا شوق. انت خدها على فين يا خزان؟ انا بقى بوديك اكتر مكان حلو فيكي في مصر. اه ده مكان النخبه، مش هي رجله دخلها هنا. خد بالك. نخبه ايه يا خميس؟ ده دي حته لبش. ده ممكن الحكومه تكبس علينا في اي لحظه. الحكومه تكبس علينا احنا؟ خليها تكبس يا ابني، ده احنا اللي بنكبس. كمل لي بقى حوار شوق. اه شوق دي كانت سمعتها باب طين، وبقدره قادر كلت دماغ المعلم وهوسته الدلعها. بس جوازته منها كانت بامر المعلمه ضاويه. وانا لما سالت الحاجه ضاويه قالت لي انها كانت جوازه مصلحه وقضيت، انما الخال شبط فيها ضربه قطمت. سلام عليكم يا رجاله. زي ما انتوا اقعد يا راجل. ضربه قطمت وسط النوح. كانت رد على لعبة البيت لما خد غصب وبتراب الفلوس. طب ايه علاقة النوح بشوق؟ ما هي شوق كانت اصلا بتاعت النوح. كان داير وراها في الافراح. هي كانت صحيح رقاصة درجة تالتة غازية يعني، بس كانت بمية رقاصة. وفي يوم كان في فرح كبير في الحتة يخص واحد من حبايب الكل. بجاشي كان في توت الفرح وحامل فرقة. وجه المعلم النوح وقام بالواجب على الآخر، عشان كانت شوق هي اللي بترقص. وبإشارة من معلمة ضاوية قام الخال وقام بالواجب هو كمان. شوق بقت بين الاتنين مستنية لرش أكتر، ومن يومها بقت زي النداهة اللي جذبته. والمعلمة ضاوية معرفتش تفك الشفرة. أزبابة مين؟ السلامة يا فندينا. وقت مكانك. اعرفك على احلى الطيور. الزبابه هنا. اوف يا فنديل. اوف وش هنا اهو، هنا اهو الزبابه الملعونه. وقفت في على الزجاجه.